النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. عرض النفاق لعرض أم المؤمنين، وهي البريئة ربة العرض الحصين. أخذ النفاق بخسة ودناءة يرمي الحصان بذلك الإفك المبين. أو مثل تلك تلاك طهرة عرضها وينال منها سهم كيد المرجفين. أمه يا أمه لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أمه يا أمه لا لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى والطهر والإيمان والعقل الرزين. ولقد رماك المرجفون بفرية تنبيك عن غدر وعن حقد دفين. آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين. آدم رسول الله ماذا بعدها، فليبشروا بالذل والخزي المهين. فالله كذبهم وأبطل كيدهم، هذا جزاء الظالمين المعتدين. في سورة النور التي فضحتهم ببراءة نزلت لأم المؤمنين. إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين. إن جاءكم متقول بإشاعة فتبينوا يا إخوتي حق اليقين.